نرى من بعض اخواننا السلفيين الله يحفظهم يردون على المخالفين لهم، مش رد آسف يعني، ان يصفون الاحزاب الاخرى يعني المتحزبين، عندهم اخطاء لا شك، اخطاء كثيره، من اخطائهم انهم يعني يوالون ويعادون على الحزب هذا شيخ. نعم. طيب اذا نظرت الى اخواننا السلفيين اللي يصفون انفسهم بالسلفيين، هم اصلا وقعوا في هذا الشيء، فما عندهم الا مشايخ معددين، اسماء يعني اساميهم محصوره بعدد الاصابع، ما يخرجوا منهم وما يدخل معهم الا ايش؟ الا سلفي مثلهم قح مثل ما يقولون. فشيخنا ما ترى ان هذا يعني الامر مخالف لمنهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنه؟ لا شك ان السلفيه لا تحصر في اسماء من ضمن السلفيه، فيقال مثلا ان هؤلاء هم العارفون بالمنهج، او هؤلاء الذين يصدر عن قولهم، بل هذا نوع من التحزب، ولكن هذا انما يكون في اطار السلفيه. لا شك ان السلفيين لهم مشايخ معروفون بالسلفيه ولا تعرف لهم مخالفات لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهؤلاء هم اهل العلم. كما قلنا لا ننسبهم الى مكان فنقول بس مشايخ المدينه ولا مشايخ مكه ولا مشايخ الرياض ولا، بل مشايخ السلفيين كلهم لهم اعتبارهم والنظر الى ما يقولون. الزعم ان فلانا مسدد فيؤخذ بقوله كله هذا غير صحيح وغير متفق مع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فالناس هنا بين طرفين، طرف يريد أن يدخل في مشايخ السلفيين حتى من خالف منهج السلف، سواء كان سلفيا أو كان يظهر السلفية أو لم يكن. أذكر يعني أن أحد الإخوة، ما دمت أتكلم معكم، سألني عن خطأ أو أخطاء جمعية من الجمعيات، فذكرت له أشياء كثيرة ومن ضمنها قلت أنهم يعني يحضرون أبا الحسن المأربي، ولا شك أنه أشد حزبية من الحزبيين بكلامه الذي أظهره. فقال أنتم تريدون أن تحصروا السلفية في مشايخ معينين؟ قلت له هذه ليست مسألة أن نحصر، نحن نريد أن نميز السلفيين من غيرهم، فمن خالف المنهج وقال مثلا أنا والله أوسع المنهج، أوسع أهل السنة والجماعة وأدخل فيهم وأدخل فيهم وأدخل فيهم، هذا خرج، ولا ندخله بمشايخ السلفيين. وأن تأتي مثلا فتقول أنا لا أسمع إلا لفلان وقوله هو الحق وكل من خالفه، وأنا أشرت في هذا في كلامي، قلت يعني بعض الناس إذا اختلف المشايخ السلفيين فقيل لو تعال ننظر، قال أنت راعي شبهة، صاحب شبهة، عندك شك في الشيوخ. هذا في الحقيقة لا شك أنه غلط، وينبغي أن نحذر منه، وينبغي أن ننتبه لهذه الآفة. لا يجوز أن نتحزب لمشايخ معينين، وإنما النصرة للحق، فحيثما ظهر الحق فإنا نقول به. وإذا كان الخلاف بين المشايخ السلفيين كما قلت نعرف لهم فضلهم ونعرف لهم أعذارهم ونتبع ما ظهر أنه الحق. فالذي أشرتم إليه لا شك أنه واقع من بعض الشباب السلفيين، أنهم يحصرون أنفسهم في مشايخ معينين،
ويرون أن غيرهم لا يرجع إليه. بل سمعت من بعض الشباب أنه قال الشيخ صالح الفوزان ما يرجع إليه في المنهج، الشيخ صالح السحيمي ما يرجع إليه في المنهج، الشيخ عبد المحسن العباد ما يرجع إليه في المنهج. لا شك أن هذا غلط، ولا شك أنه نوع من الحزبية ونوع من اتباع الهوى ينبغي أن يتنبه له وإن يجتنب. نعم. ومع ذلك، ومع ذلك فأنا أقول ينبغي يا إخوة أن نتلطف مع إخواننا. بمعنى، قلت هذا في الكلام وأكرره الآن للمناسبة، يعني لا ينبغي أن نتقابل في صفين، بل ينبغي أن نحرص ما استطعنا أن نكون صفا واحدا. ولو رأينا أن بعض إخواننا مخطئ ينبغي أن يعني نجلس معه وأن نبين له يعني هذا الخطأ الذي يسير عليه هو في ذاته، ونحرص على جمع الكلمة بالحق، لا نترك الحق ولكن نجمع كلمة أهل الحق بالحق.